احنا بغينا رئيس اللي غيجيب لنا اللعاب وغيقدب الفرقه، ماشي رئيس كدوي على الانتدابات كيقول لك ما كايناش فلوس ما عنديش السيوله الماليه. المهم هو كما كنقولوا هو رئيس اداري محض، متفق معك. اما بالنسبه للانتدابات وهذا الشيء خصنا رئيس جديد اللي يجيب لنا شي لعاب اللي الراجا محتاجهم. الانجازات يعني ما يقزمش الراجا، الراجا ماشي واحله على بطوله ولا واحله لا، الراجا نورمال مورا فريق عالمي كيلعب على تشامبيونز ليغ كيلعب على البطوله. حنا هذا الشيء عندنا عادي، راه ماشي حنا راه فرحنا مع الراجا بشي حوايج اللي اكثر من هذا الشيء اللي دار زياد دابا. كنتمناو خويا شي رئيس اللي يجي يقدم الراجا نورمال، حنا بغينا لعابه اللي يطعموا الفريق، وعندنا تبارك الله لعابه اللي كاينين في مستوى كبير، عندنا لعابه ديال الامال بغينا نزيدوا عليهم ضروري اللعابه اللي عندهم الخبره، ذوي الخبره نورمال. تنظن ان طلبات الجماهير للرجاء البيضاوي بانتدابات قويه، وسيرتو في هذا الميركاتو هذا ديال بدايه السنه، هي اللي عجلات برحيل زواج زياش، وهو ما تقبلش ان انتقادات. نورمال هو خصو يتقبل انتقادات، خصو يكون هو مع تبارك الله شخصيه وشخصيه قياديه. تنظن انه ما تقبلش انتقادات ديال الجمهور ديال الرجاء البيضاوي، هذا اللي عجل على انه يحط لا ديميسيون ديالو. وتنظن ان جواد زياج كان عليه يفكر الف تفكير قبل ما يحط لا ديميسيون ديالو، حيت بزاف ديال جماهير الرجاء تتساندوا على انه يبقى. وتبارك الله هو راه نقص بزاف المديونيه ديال الرجاء البيضاوي، راه 75% راه ماشي سهله باش تنقصها من المديونيه ديال الرجاء. وهاد الالقاب اللي خاد ما نقولش ارقام، مهم القاب زاد الخزينه ديال الرجاء، يعني هو الخدمه ديالو هي اللي تتحكم عليه. يعني نورمالمون زواد زياج خصو يبقى مع الرجاء واحد الفتره مقبله، وحنا راه ماشي حنا رجاويين، حنا راه ماشي مع الزياج ولا اي رائد، حنا الفرقه الرجاء الرجاء البيضاوي، ولكن تنهضروا على الناس على الخدمه ديالو، فهمتي؟ وهي الخدمه ديالو اي واحد كرجاوي حقيقي تيقول ان زواد زياج دار تبارك الله خدمه مزيانه، وتتمنى انه يتراجع على هاد لا ديميسيون اللي حط. زياج جابنا حتى لواحد الوقت اللي هو مخصوص يتخلى على الفريق. هو الصراحه حنا ما نكروش باللي شد الرجاء في واحد الوقت اللي كانت ازمه، وفي واحد الوقت اللي كان صعيب على شحال من واحد انه شد الرجاء في ذاك الوقت. كانت طايحه الرجاء بمعنى الكلمه، وهو شدها مشى معاه مزيان. ما نكروش عامين هو خدام، خدا معنا ثلاثه ديال الالقاب، حقات الرجاء ثلاثه الالقاب تقسات من النصف في الشامبيونز ليغ، عباش بقى كتنافس على كاس العرب. دار بزاف ديال الحوايج مزيانين في هاد العامين، منهم خدا مداخل كثيره في المستشهرين، يعني كانوا اشهارات بزاف على الدراجه، ما يزيد على 30 مليون ديال الدرهم، رقم قياسي وطني ما حققه حتى شي فريق. خرج الرجاء من بزاف ديال المشاكل قانونيه كانت مع سواء مع جامعه ولا مع الفيفا. هو كثروا عليه الضغوطات صراحه هاد الاونه الاخيره، ما عنده ما يدير. حنا ما كنلوموا على حتى شي حاجه، ولكن الغالب الله حنا في ازمه، باقي في ازمه، انتدابات صعيبه، ما يمكنش ليه يدير انتدابات. اللاعبين باقي ما خداوش المستحقات ديالهم، اشنو غادي يدير في نظرك انت؟ ما عنده ما يدير، راه الا بغى استقاله راه من حقه. زياد اخويا اش غادي نقول لك؟ زياد من اعظم الرؤساء اللي دازوا فريق الرجاء البيضاوي، مثل حانات، مثل رؤساء قدام اللي حققوا انجازات وحققوا القاب على التاريخ الوطني. واش غادي نقول لك؟ حنا هضرنا مع الرؤساء اللي داو الشامبيونز ليغ، داو جابوا من تيساع، حتى هو كنت هو مع زياد كيجيبوه من تيساع، ولكن ما خصوش يمشي، ما كاينش يمشي، كان يبقى لقاش ما درتش شي حاجه اللي تسهل يمشي. وكلشي كامل، كاين جمال السلامي، كاين يوسف السفري، مضابط معاهم، فاهم معاهم مزيان، مضابط مع اللاعبين، فاهم مع اللاعبين، ما خصوش يمشي، خصو يبقى، ما كانش يمشي كاع نهائيا. زياد خاصو يبقى. بالنسبه للرحيل ديال جواد زياد في هذه الظرفيه، ما خدامش للراجا، الراجا واقف على رئيس في هذه الفتره حاليا، وهو قال لك حسب بعض الضغط من الجمهور، وعلى حساب الجمهور ديال الراجا كيطالب غير بانتدابات في مراكز الخصاص. حنا ما قلناش ليه يمشي، حنا مع زياد مع الرئيس، فهمتيني؟ رجل اداري وكيقوم بالعمل ديالو في المستوى، وحنا ما بغيناش يمشي. حنا مع زياد يجيب لنا غير انتدابات ثلاثه اللعابه في مراكز الخصاص فقط، ويبقى شاد الراجا ومرحبا به.